السلام عليكم. النهارده معانا شاحن بوش جي اي ال 18 في 20. الشاحن ده 110 فولت، حتى الفيشة شكلها مختلف. البيانات بتاعته جهد الدخول 120 فولت، 50 واط، 60 هرتز. احنا هنحاول نعدل الشاحن ده ونخليه يشتغل 220 فولت ان شاء الله. طبعا هنفك ونشوف هنقدر نعمل ايه. طبعا كل كلامي هيكون على الموديل ده تحديدا، يعني عشان كل موديل وماركة ليهم الطريقة بتاعتهم، في اللي بيقبل التحويل، في اللي هو صعب جدا لتحويله. دي كده البوردة، وباختصار هنا ادي كده الدخل 110 فولت بيدخل كده على الفيوز، بعد كده البريدج، على المكثفات، بعد كده دايرة الفلترة، المكثف التاني، بعد كده على الشباية والموسفت. وطبعا لازم اتاكد ان الموسفت بيشتغل عادي على 220 فولت، وعن طريق الداتا شيت والرقم بتاعه عرفت انه بيشتغل لغايه 600 فولت عادي، مفيش اي مشاكل. دول المكثفين بتوع الدايره، واحد عندي هنا 200 فولت 150 مايكرو فاراد، والتاني 200 فولت 68 مايكرو فاراد. طبعا دول اتغيروا بفولت اعلى. عندي بعد كده هنا ده الفيوز، ده 250 فولت. طبعا ده مش هسيبه، مش هغيره، خاصة ان التيار عندي مش بيزيد عن 210 فولت تقريبا. اللي جنبيها دي مقاومة NTC او سيرموستر، دي حماية بتخفف من اندفاع التيار الداخلي. الدائرة هنا مفهاش فيرستور، فانا ممكن هبقى راكب واحد كحماية اضافية للدائرة، لكن فيما بعد علشان مش متوفر عندي حاليا. حاجة تانية، وانا ببص على اي سي او شباية البي دبليو ام، لقيت بعد البحث بالرقم اللي عليها ان هي اي سي بي اف ام مش بي دبليو ام، ودي بتكون اكتر افشنسي او فعالية من البي دبليو ام في الاحمال الخفيفة او اللايت لود. وطبعا برضو كان لازم اتأكد انها بتشتغل عادي على 220 فولت عن طريق الرقم وداتا شيت بتاعتها. بالنسبة للمكثفات ال 200 فولت اللي هي تتغير، اللي لقيت متوفر عندي كان واحد 450 فولت 150 مايكرو فاراد ب 15 جنيه بدل ال 200 فولت، ال 200 فولت ال 150 مايكرو فاراد، والتاني 350 فولت 47 مايكرو فاراد، ده بخمسة بدل ال 200 فولت ال 68 مايكرو فاراد. ولو مش متوفر مكثف 450 فولت 150 مايكرو فاراد، ممكن تجيب 450 فولت 100 مايكرو فاراد، هيشتغل معاك كويس. بس المشكلة هنا ان المكثف ده كبير، فال الغطا مش هينفع يركب مكانه، عشان غطا الشاحن مش هيكون مظبوط، فهضطر ألحم فيه سلك واحطه بشكل جانبي عشان العلبة تتقفل مظبوط. طبعا لازم نراعي السالب والموجب في تركيب المكثفات. ده السالب ده هتلاحظ هنا السالب هو عند الخط الأسود اللي من تحت ده، وممكن نلاقي علامة الموجب موجودة على البورد. طيب أنا هفك المكثفات دلوقتي وارجع لكم تاني. بعد فكنا المكثفين، ده اللي كان هنا وده اللي كان هنا، هلاحظ مكتوب علامة الطرف الموجب على البوردة. ده المكثف الكبير، عشان مش هينفع يركب بشكل مباشر في مكانه، لحمت فيه سلك وعزلته بشرنك حراري. هنركبه طبعا في الجزء ده عشان العلبة تقفل بشكل مستريح. بالنسبة للمكثف التاني، هو يركب في مكانه عادي، مفيش أي مشكلة خالص، وهتقفل العلبة عادي. طيب هركب المكثفات وارجع لكم تاني. بعد ما ركبنا المكثفات ورعينا الموجب والسالب، وطبعا زي ما قلنا هنسيب الفيوز زي ما هو بدون تغيير، هنجرب باستخدام السريه، وهي بيكون لمبه بتوصل على التوالي مع الدايره، عشان لو في مشكله او في قفله اللمبه بتنور. هو انا ما عنديش سريه، لكن عندي لمبه فوصلتها توالي مع الشاحن. هنوصل كده، بسم الله الرحمن الرحيم، تمام. الشحن اشتغل واللمبه بتاعت الباور انارت، ولمبه السريه مفيش فيها اي نور مطلقا. كده يبقى التوصيل صحيح ان شاء الله. لو لاحظنا كده والشحن ستاند باي، يعني بدون تحميل، اللمبه مش بتنور، لكن لما توصل بطاريه مع الحمل لمبه السريه بتنور مع زياده الحمل، وده مش معناه ان في مشكله لا قدر الله. ابص كده معايا، بتزيد تدريجيا اللمبه مع زياده الحمل. كده خلاص شيلنا السرية وهنقفل الشاحن. المكثف ثبته في الجزء ده بشمع علشان العلبة تقفل بشكل مستريح. والموسفت ده لو لاحظنا راكب من غير اي زعنفة تبريد، فجبت واحدة من باور كان عندي بايظ وقصتها عليه وهركبها عليه، يعني تساعد في التبريد شوية.
هركبها بالشكل ده. وادي الفيشة، هنركبها تاني ونجرب من غير سرية. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، هركب بطارية. زي ما احنا شايفين كده اللمبة بتنور وتطفي كده، يبقى بتشحن تمام ومفيش أي مشاكل إن شاء الله. طيب هسيب البطارية تشحن بشكل كامل وألاحظ بعد كده هل في سخونة غير طبيعية في أي من الأجزاء أو شيء. طيب كده البطارية شحنت بشكل كامل بعد ما قفلت الشاحن واللمبة سبتت أهي، ومفيش أي سخونة غير طبيعية كده، بتعديل كده إن شاء الله. تمام، ودي اللمبة البطارية كده 3 شرط. طيب ودي البطارية التانية بنفس شحنة المصنع اللي هي جاية بيها، هشحنها برضو ونشوف. هي بدأت تشحن اهي، تمام لما بتنور تطفي الحمد لله كده. يبقى التعديل نجح بتكلفة تقريبا $1 تقريبا مثلا، بطريقة بسيطة جدا وسهلة. بس برضو بأكد ان التعديل ده خاص بالموديل ده تحديدا، وكل موديل وليه الطريقة بتاعته. بس كده، لو عجبك الفيديو متنساش لايك الظريف، وفي لايك ات لايك ات، وارجو من الله ان يكون افدتكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.